السلام عليكم، حياكم الله أينما كنتم. عناوين نشرتنا الرئيسية من قناة الموريتانية تلي في الحال. مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تنظم في نواكشوط يوما للإعلام والتبادل مع شركائها في التنمية. نتناول برنامج المفوضية وخططها التنموية المستقبلية. وكالة التضامن تدشن المزيد من المنشآت الصحية والتعليمية المجهزة في ولاية البراكن دعما لسكان القرى والأرياف. في ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون ملفا حول مشاركة بلادنا في وحدات حفظ السلام الأممية في إفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم الأربعاء زيارة تفقد واطلاع للمراكز الاجتماعية التابعة لقطاعها، شملت الزيارة كل من مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز التكوين للطفولة الصغرى، ومركز التكوين للترقية النسوية. التفاصيل ضمن هذا التقرير. استهلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة زيارتها لبعض المراكز الحيوية التابعة لقطاعها بتفقد مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، وهنا تابعت عرضا قدمه مدير المركز الدكتور عبد الرحيم الحمادي حول مجالات تدخل المركز الذي يبلغ عدد الدارسين فيه لهذا العام ما يزيد على 400 تلميذ من فئات الصم والمكفوفين والمتأخرين عقليا وأطفال التوحد، ويستفيدون من خدمات النقل مع توفير وجبات الإفطار والغذاء والمعدات المدرسية. فيما شكل مركز التكوين للطفولة الصغرى المحطة الثانية من زيارة الوزيرة، حيث استمعت إلى شروح مفصلة قدمها مدير المركز الدكتور محمد أمين الحسن حول مهام المركز المتمثلة في تأهيل الكادر البشري المكلف بتربية الأطفال ورعايتهم في المرحلة ما قبل سن التمدرس. ويبلغ عدد المسجلين بهذا المركز خلال هذه السنة 110 ما بين مربيات حدائق الأطفال ومربي الأطفال. وشملت زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة كذلك مركز التكوين للترقية النسوية، وفي هذا المركز استمعت إلى شروح قدمتها المديرة السيدة متحمدو. ويقدم هذا المركز العديد من التكوينات في مجالات المعلوماتية والحلاقة والتجميل والخياطة والطبخ وتجفيف الخضروات والسكرتيرية المكتبية، ويبلغ عدد المسجلين به 300 من الفتيات المتسربات وربات الأسر والتعاونيات النسوية. وفي كل هذه المحطات حثت السيدة الوزيرة على الجد والمواظبة وتقريب الخدمة من المواطن. كنا في شول زيارة بعض المراكز التابعة للقطاع، نطلع بها عن قرب على وضعيتها وعلى حالتها وعلى احتياجاتها تنفيذا لتعليمات معالي الوزير الاول النابعه من توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز، اللي وقفونا ان نتصل مباشره بالقطاعات التابعه لنا ونأكد عليهم ضروره الحضور وضروره تقريب الخدمه من المواطنين، وعن هذه الخدمه توفر جميع الموريتانيين، ما في فرق بيناتهم بغض النظر عن اي انتماءات وبغض النظر عن كل شيء. كانت زياره ناجحه، سمحت لي باني شفت هذه المراكز اللي حقيقه يقدموا خدمات كبيره. مركز الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة كانت في الحقيقة كان مركز جيد وخدماته جيدة. بعد ذلك الطفولة الصغرى اللي لا يكونون المربيات اللي هم لا يعودوا الأساس، ودرك نحن هون واقفين في مركز تكوين الترقية النسوية اللي دوره أساسي بالنسبة للبنات المتسربات، يوفر لهم تكوين مهني حسب السوق، وأساسي أيضا بالنساء ربات ومعيلات الأسر اللي كونهم التكوين المهني. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تدخل في إطار متابعة سير العمل في المؤسسات العمومية ومعرفة المشاكل المطروحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها في الوقت المناسب. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني صباح اليوم بالعاصمة يوما للإعلام والتبادل مع شركائها في التنمية. يسعى هذا اليوم إلى إطلاع الشركاء الفنيين والماليين على برنامج المفوضية وخططها التنموية المستقبلية، والدفع بعلاقات التعاون بين الجانبين والاستماع إلى المقترحات والأراء. هو يوم للإعلام والتبادل تنظمه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني مع شركائها في التنمية بهدف إطلاعهم على مهام المفوضية وخطة عملها لسنة 2017 وبرامجها التنموية التي تنوي إنجازها في المستقبل، إضافة إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجانبين على المستوى الفني والمالي وفي شتى المجالات. وعينا بمحورية هذه الشراكة
بادرت مفوضية حقوق الإنسان إلى تنظيم هذا اليوم ليشكل إطارا لتعزيز علاقاتها مع شركائها وفرصة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مجمل الخطط والبرامج وما يشكله ذلك من إضافة نوعية لأداء القطاع. إننا نتطلع إلى الدفع بعلاقاتنا مع مختلف الشركاء إلى فضاءات أرحب، آملين أن تمكن العروض التي سيتم تقديمها من تعريفهم أكثر على قطاعنا وخطط عمله وبرامجه المستقبلية. المشاركون في هذا اليوم الإعلامي تابعوا عروضا حول هيكلة ومهام مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتقديم خطة عملها والاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان. إلى ولاية البراكنة، حيث دشن المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ولمكافحة الفقر وللدمج أمس في قريتي بسكندي بمركز مالا الإداري وتندلة بمركز جوناب الإداري على تدشين منشآت صحية وتعليمية مجهزة بالكامل، إضافة إلى مسجد ومحضر وخزان مائي. تدخل هذه التدشينات في إطار البرنامج التنموي المتعلق بمحاربة آثار الاسترقاق التي تنفذها الوكالة في جميع ولايات الوطن. أحمد ولندهمر التفاصيل معه. هنا في قلب مثلث الأمل ووسط مهامه منطقة أفطوطة النائية، حيث لا صوت يعلو فوق صوت البساطة والتواضع في الشكل والقلب العام للحياة، تأتي هذه المنشآت الجديدة والحديثة كمفردات تنموية وعمرانية شبت عن طوق الرتابة والإيقاع العام لشكل الدور والمساكن في المنطقة. قرية السنقدي التابعة لبلدية مال تحتفي اليوم بإطلالة الوكالة الوطنية تضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ومكافحة الفقر والدمج، إطلالة كان من ثمارها هذا المسجد الكبير الأول من نوعه في القرية ومحضرة وتوسعة المدرسة الابتدائية ومركز صحي حديث مجهز بالمعدات الطبية الضرورية. عدلوا النهار 30 كونسلتاسيون وعدلوا 30 من 10 من الفام دو بروسيس عدلوا بفيزيت ونعدلوا عندهم تلك التغذية هذه عدلوها لهم ونزنوهم. 50 كيلومترا هي طول المسافة التي كان يقطعها هؤلاء المواطنون للوصول إلى أقرب نقطة صحية، ماض هو اليوم غير مأسوف عليه. كنا الدواء وشار مونقل وكنا الدواء وشار كهيجي وفينا ديقي سليا وحامدين مولانا وعلى مجي هذا الطبيب إذن الدواء وعنده لا شكر على واجب. تلك هي صميم رسالتي ومهمة الوكالة الوطنية تضامن، ذلك ما أكده المدير العام للوكالة الأستاذ حمدي والمحجوب وأضاف: ظروف تحسنوا به اللي فم إرادة سياسية من رئيس الجمهورية هو أن هذه الوكالة عدلها إنشائها إياك توفر الخدمات الأساسية للمواطنين. فم ولا يحدها، فم وزارات وحدات اشتغلوا فيه لا توفير هذه الخدمات. والي البراكنة السيد عبد الرحمن والخطري شكر باسم السكان جهود الوكالة الوطنية تضامن وقربها الدائم من المواطنين المحرومين وسياستها الجادة في استئصال الفقر وتحريك عجلة التنمية في الأوساط المحرومة. ودائما في منطقة أفطوط وفي خاصرة أخرى من مثلث الأمل وبالتحديد في قرية تندي التابعة لمركز جوناب الإداري، أشرف المدير العام للوكالة الوطنية تضامن رفقة والي البراكنة على تدشين مركز صحي مجهز ومسجد للقرية وعدد من الحجرات الدراسية المكتملة التشييد والتجهيز. كما تفقد المدير العام للوكالة الوطنية تضامن مشروعا تنمويا نفذته الوكالة للسكان منذ مدة، ولا يزال تفاعل المواطنين معه اليوم تماما كما لو كان دشنا للتو. وفي كلمته أمام السكان طلب المدير العام للوكالة الوطنية تضامن الأستاذ حمدي والمحجوب السكان بضرورة صيانة هذه المكتسبات التنموية التي لم تكن لترى النور لولا تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وتوجيهاته المتواصلة بفتح مواطني الداخل على خدمات الدولة العمومية والقطع نهائيا مع كل مظاهر الغبن والإقصاء والتهميش. وصلت السرية الأولى من الكتيبة الثانية من قواتنا المشاركة في عمليات حفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا إلى وجهتها، وكانت هذه السرية قد ودعت في مطار متنسيا الدولي من طرف وزير الدفاع الوطني السيد جلو ممدو باتشا رفقة القائد المساعد للأركان العامة للجيوش الفريق حنان والسيدي.
لا تقتصر مهام الجيش الوطني على الدفاع عن سيادة البلد وحفظ النظام العام والأمن الداخلي فحسب، فجيشنا الوطني الذي شهد قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية امتد عطاؤه إلى ما وراء الحدود ليعزز ما وصلت إليه الدبلوماسية الموريتانية من تألق وتميز عبر العالم. فبعد مساهماته على أرض الوطن في عملية التنمية الشاملة بمختلف مكوناتها ووفاء بالتزامات رئيس الجمهورية أمام المجتمع الدولي، شارك الجيش الوطني تحت يافطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ النظام والأمن في مناطق عديدة من القارة الإفريقية أبلى فيها بلاء حسنا كان محل إشادة وتنويه من طرف مختلف الهيئات الأممية ومن القيادات العسكرية في البلدان التي استفادت من التجربة الموريتانية في مجال القدرة على استتباب الأمن وإفشاء السلام في الميادين الساخنة. ويترجم تعاقب الطائرات بين نواكشوط ووسط إفريقيا ونواكشوط والكوت ديفوار حضورا بينا لقواتنا المسلحة بين الجيوش الدولية ونجاحا للمهمات العسكرية الصعبة التي أسندت للجيش الموريتاني في المهجر. السرية الأولى من الكتيبة الثانية لحفظ السلام التي غادرت العاصمة بعد توديع يليق من وزير الدفاع الوطني سيد جالو مامادو باتا والذي كان مرفوقا في مطار أم تونسي بقائد الأركان العام للجيوش المساعد الفريق حنان والسيدي وصلت أرض جمهورية وسط إفريقيا. هذه السرية التي ستتبادل المهام في الميدان مع إحدى السرايا الموريتانية المرابطة هناك منذ عام تقريبا خصها قائد الأركان العام للجيوش المساعد بلقاء توجيهي كان على هامش زيارة تفقد واطلاع أداها الفريق حنان والسيدي لمقر هذه السرية في مقاطعة وادي الناقة، حثهم فيه على التحلي بالمسؤولية والأخلاق والقيم الموريتانية الرفيعة حفاظا على السمعة الطيبة للبلاد وعلى المكانة المرموقة التي تحتلها بلاد شنقيط بين مصافي الدول. هذا ونلفت عنايتكم مشاهدنا الكرام إلى أن ملف النشر لهذه الليلة يتناول مشاركة بلادنا في وحدات حفظ السلام الأممية، وستتابعونه في نهاية هذه النشرة بحول الله. احتضن مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا تطرق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي تعيشها البلاد. وقد تم تقديم وثيقة بالمناسبة تناولت حالة البلد الراهنة وما تتطلبه المرحلة حسب الوثيقة من برامج واستراتيجيات طموحة تساعد في تحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين. زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد الحسن والمحمد أكد أن هذا المؤتمر الصحفي السنوي الذي تنظمه المؤسسة يسعى إلى تنوير الرأي العام حول ما تميزت به السنة المنصرمة من أحداث. نحن اليوم أمام مؤتمر صحفي تنظمه مؤسسة المعارضة كسنة متبعة بدأناها من السنة الماضية أن نعقد مؤتمر سنوي صحفي نعطي فيه رأي المؤسسة وتقييمها لأوضاع السنة الفارطة. هذه هي الحلقة الثانية من هذا المؤتمر الصحفي لتتحدث عن 2016، والجديد فيها أن أضفنا السنة الثانية وهي إخراج وثيقة كجهد لا ندعي كماله، لكن نلتزم إن شاء الله تعالى باستمراره وأن يكون في السنة القادمة اللي يفترض أنها من مأمورية المجلس الحالي على الأقل أن يكون في صورة أفضل، لأن بدأنا نعمل على 2017 ورغم الصعوبات اللي تعترضنا في إخراج تقويمات موضوعية وشاملة، واللي أبرزها هو تعنت السلطة التنفيذية ورفضها لإعطائنا المعلومات رغم مكاتبتنا في الموضوع ورغم رسائلنا اللي ظلت تترى تجاهها من أجل إعطائنا معلومات حول كبرى القضايا المطروحة.
نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بالشراكة مع مؤسسة هانزدل الألمانية ندوة تحت عنوان ضمانات المحاكمة العادلة. تميز اليوم الأول من الندوة بعرض حول ضمانات المحاكمة ونقاشات شارك فيها عدد من القضاة والمحامين والصحفيين. المحاكمة العادلة قيمة يتطلع إليها المتهمون تماما مثل ما يتطلع إليها القضاء وأعوانه، وفي هذا الإطار تتنزل هذه الندوة المنعقدة بنواكشوط تحت عنوان ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بشراكة مع مؤسسة هانزدل الألمانية المهتمة بحقوق الإنسان. رئيس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ الحندي ذمن الدور الذي تقوم به مؤسسة هانزل زايدل الألمانية، مشيرا إلى الخطوات التي قيم بها في بلادنا في مجال تطوير حقوق الإنسان. ونحن إذ نستشعر وإياكم أهمية التطور الملحوظ في الترسانة القانونية الوطنية في الفترة الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بمناهض التعديل والنص على إلزامية المحامي، إلا أنه يبقى من المعاش أن هذه النصوص وغيرها من النصوص والمبادئ التي تنص على آليات وضمانات المحاكمة العادلة بقيت حبرا على ورق، وما جعل الهيئة الوطنية للمحامين استشعارا منها لمسؤوليتها المبدئية في حماية الحريات وحقوق الإنسان، واستدعاء لمسؤوليتها الوطنية في نشر الثقافة القانونية وقيم العدالة، تختار هذا الموضوع الهام لوضعه أمام نخبة من الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني. وشهد اليوم الأول من هذه الندوة تقديم عرضين، تناول الأول منهما موضوع الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة في القانون الموريتاني من طرف الأستاذ يحيى الطيب، الذي تطرق إلى جوانب الموضوع المختلفة، مقدما في ختام مداخلته مقترحات للجهات المختصة من أجل التحسين من مستوى الإجراءات المتخذة لضمان محاكمة عادلة، بينما تناول العرض الثاني شروط المحاكمة العادلة على ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، قدمه القاضي أحمد للبو وخلص فيه إلى جملة مقترحات في هذا المجال. وأشفع العرضان بنقاشات مستفيضة من طرف المحامين والقضاة والصحفيين الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص، وتستمر هذه الندوة يومين على أن تخرج بجملة توصيات هامة. اختتمت اليوم في نواكشوط الدورة التكوينية حول السلامة المهنية التي نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين. استهدفت الورشة تعزيز قدرات الصحفيين وتحسيسهم حول إرشادات السلامة المهنية. السلامة المهنية وإجراءات الاحتياط والأمان أثناء تغطية الأحداث والحروب والمظاهرات عناوين بارزة لأعمال الدورة التكوينية التي اختتمت أعمالها بعد 3 أيام من العروض النظرية والتطبيقية حول مقتضيات السلامة المهنية. أعتقد على أنكم الآن أصبحتم مسلحون بالمعايير المهنية للسلامة المهنية بشكل واضح وبشكل كافي، وأعتقد على أنكم طيلة هذه الأيام الثلاثة قد استفدتم بما فيه الكفاية وبما يضمن سلامتكم وأنتم تقطون أحداثا من هذا القبيل. أتمنى أن تتقيدوا بهذه المعايير وهذه الضوابط التي شرحت لكم والتي قدمت إليكم والتي شاركتم وتفاعلتم معها بشكل جدي وبشكل صريح. التخطيط والحماية الشخصية والسلامة أثناء تأدية المهام والوعي بأعمال العنف في التغطية الإخبارية، معارف تلقاها هؤلاء الشباب الذين يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية. لقد تلقينا خلال هذه الأيام الثلاثة دروسا نظرية وتطبيقية، نظرية شيئا ما يعني نظرية وتطبيقية على الصورة، استفدنا من الكثير في مشوارنا الإعلامي القادم، نتمنى للزملاء أن يكونوا قد استوعبوا الدرس جيدا. دورة تكوينية يراد لها أن تؤسس لوعي المهني لدى الصحفيين الموريتانيين لإدراك متطلبات الأمان والسلامة أثناء تغطياتهم الإخبارية وتعزيز معارفهم بأساسيات الإجراءات الأمنية والاحتياطات اللازمة في هذا المجال. يلاحظ من حين لآخر تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية التي واجهت الدولة بجملة إجراءات اعتمدت عبرها علاجات متخصصة. أرى المراقبون أن الوضع يتطلب جهودا مضاعفة لمواجهة هذه الأمراض. الأمراض السرطانية من أكثر الأمراض انتشارا عبر العالم، وفي بلادنا تشير الأرقام إلى حالات زيادة في الإصابة بالسرطانات في أشكال مختلفة،
ومنذ العام 2008 تراوحت حالات الإصابة من 400 حالة إلى 1100 حالة نهاية العام 2016. وهنا في المركز الوطني للإنكولوجيا الذي استحدث في العام 2008 وفرت الدولة علاجات متخصصة لمختلف حالات الإصابة بالسرطان، وذلك عبر وحدات الكشف الشعاعي والتحكم في العديد من الحالات من خلال العلاجات المقدمة بأجهزة الفيزياء النووية المستخدمة في الأغراض الطبية. رغم ذلك يرى المتابعون أن التزايد الملاحظ في الحالات السرطانية يتطلب جهودا مضاعفة ووعيا من قبل الجميع بخطورة المرض. هذا ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة ببرنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة مباشرة تلقي مزيدا من الضوء على هذا الموضوع. نشرة لا متواصلة، الآن نتوقف مع جديد المال والأعمال ومحمد والبديدي. شكرا لك زميل محمد رمين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. حقق الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة أسرع من المتوقع، بلغت 6.8 بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإغراض المصرفي مستويات قياسية، مما أعطاه دفعا قويا هذا الأسبوع، غير أن قرر بكين زيادة الإنفاق قد يكون له ثمن كبير في ظل ما يواجه صناع السياسات من أخطار مالية ناشمة عن النمو الكبير للديون. قالت الحكومة اليابانية اليوم إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 1%، وذلك بسبب تحسن في الانفاق الرأسمالي للشركات والصادرات. وجاءت القراءة الأولية متماشية مع توقعات المحللين، وأشارت الدراسة إلى استمرار نمو الاقتصاد الياباني بسبب التحسينات التي اتخذت الحكومة والتي من أبرزها ضخ مئات الملايين من الدولار لإنعاش الاقتصاد. اقترب حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي من تحقيق على مستوى له على الإطلاق عند 300 مليار دولار، وبات يعتقد بأن الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث وصلت إلى الحجم المطلوب لجعلها تساهم مساهمة فعالة إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية في بسيج الطاقة على المستوى العالمي. وفي مالي مشاهد الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا الكرام النشرة الاقتصادية انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة. بعد فاصل عودة إلى الزميل محمد لمين عبد الودود وما تبقى من فقرات النشرة الثامنة. أهلا بكم مجددا. على هامش النسخة السادسة من الأيام الثقافية لولاية تيرزامور المنظمة مؤخرا في مدينة بيرمغرين أقيم معرض للصناعة التقليدية، عرضت خلاله التكتلات والتعاونيات نماذج من الصناعات التقليدية التي تمارس على مستوى. لم تقتصر فعاليات الأيام الثقافية لولاية تيرزامور المنظمة في بيرمغرين على الجانب الرياضي والثقافي والفني فحسب، وإنما شملت جانبا آخر من موروثنا التراثي الذي أبدع فيه الأوائل فتمسكت به الأجيال بعد الأجيال. هذا العرض الصناعي اللي عدلناه مناسبة الأسبوع الثقافي من أجل تعريف على صناعتنا ومن أجل إحياء مقاطعتنا، ونختار نعرف الحكومة والسلطات المحلية والجهوية، ويوخذ في التلفزيون شاف بيرمغرين دشرة صناعية فيها الصناعة التقليديين وفيها النسيج. ومن خلال هذا الأسبوع وهذا العرض اللي عدلنا شاكرين والعبد العزيز لها، والمهرجانات اللي عادوا عدلوا موريتاني ما كانوا يعدلوا من الساعة اللي جه هو عادت. الحمد لله عندنا هون مداول في الولاية وقت في الزوارات وقت في البير وقت في ديرك.
وشمل المعرض الصناعي في بيرموغراين آخر ما توصلت إليه عبقرية الصانع التقليدي في المقاطعة من أدوات تقليدية تحكي قصة مسيرة شعب ومدى ارتباطه بأرضه. محمد أحمود النهني جاء من زويرات داعم مقاطعة بيرموغراين باسم الصناعة التقليدية، وجيت لأخوتي هون وعرضت معاهم. أيوة شاكرين للسلطات المحلية ما شاء الله اللي ساعدتنا في العرض اللي غيم ما شاء الله. ورغم إصرار الفاعلين في هذا القطاع من صناع تقليديين على مواصلة عملهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، فإن مشاكل كبيرة تعترض سبيلهم. أهل العمل، أهل الصوف، أهل النسيج كنا نشتغلوا وفيه، وعادوا كيف اللي متعطل علينا شوي، قال لي علينا السوق ما تلينا نبيعه، لا تلينا نسوقه، كنا نسوقه شهر نواكشور ونسوقه شهر زويرات. أهل بير المقرين كانوا عندنا مراكز، قال لي عملنا كانوا عندنا مراكز وطيح تمسحة وضركت، يقول لي عملنا ونبغوا الدولة طالبينها تعدل لنا مراكز والله بالإيدات نشتغلوا فيها. ويأتي تنظيم هذا المعرض الصناعي في بيرموغراين إلى جانب الأدوار الأخرى في الأيام الثقافية لولاية تيرزمور لتكتمل صورة المشهد الثقافي بالولاية. دوليا سمحت السلطات في ولاية كاليفورنيا لعشرات الآلاف من السكان بالعودة إلى منازلهم بعد أن كانوا قد أمروا بالجلاء بسبب مخاوف من انهيار أحد السدود في الولايات المتحدة. قال مسؤولون إن خطر حدوث فيضانات تراجع مما سمح بالعدول عن أوامر الإجلاء الإجباري إلى مجرد التحذير بعد أن تمكن الطواقم الصيانة بالولاية من رأب السطح في سد ليك أورلافيل الضخم وتصريف أحواضه قبل معاودة هطول الأمطار. كان المسؤولون في كاليفورنيا قد أمروا 188 ألف شخص يعيشون قرب النهر في منطقة أوروفيل بالجلاء يوم الأحد الماضي بعد حديث السلطات عن أضرار اللاحقة بقناة تصريف المياه الفائضة عن السد، مما كان سيتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيرز. توقعت الأرصاد الوطنية المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار ابتداء من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، لكن إدارة الموارد الطبيعية في الولاية قالت إن العواصف المرتقبة لن تهدد قناة تصريف فائض المياه على الأرجح. نشرة لا تزال متواصلة، نتوقف الآن مع جديد الرياضة ووردة متباها. محمد لمين، وأهلا بكم مشاهدينا الكريم في مستهل النشرة الرياضية. أعلنت الاتحادية الموريتانية كرة القدم اليوم عن زيارة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو لبلادنا، وذلك في 28 من الشهر الجاري بدعوة من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. سيقوم رئيس الاتحاد الدولي خلال هذه الزيارة التي ستدوم مدة يوم واحد بالوقوف ميدانيا على النهضة الرياضية التي تشهدها بلادنا في مجال كرة القدم ومستوى تطور اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة في موريتانيا. كما سيتفقد المشاريع المنفذة من طرف الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا لصالح تطوير تعزيز المنشآت والبنى الرياضية وتوفير الحاجيات اللوجستية وتشجيع الممارسة المهنية والاحترافية لكرة القدم في بلادنا. وكان رئيس السابق الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جوزيف ستيفن بلاتر قد أدى زيارة ممثلة لبلادنا في فبراير من العام 2013، حيث أشرف على انطلاق سلسلة من المشاريع الكروية التي أنجزتها الاتحادية بالتعاون مع الفيفا. وتحظى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بثقة الاتحاد الدولي للعبة، الشيء الذي ساهم في تنفيذ العديد من الدورات التكوينية والمشاريع الرائدة في هذا المجال. أجريت بمباني الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عملية سحب قرعة الدورة 16 لمنافسة الكأس الوطنية لكرة القدم الموسم الحالي، وذلك بحضور ممثلين عن الأندية المشاركة في البطولة.
وأسفرت نتائج سحب القرعة عن وقوع حمل اللقب نادي تفرق زينة في مواجهة نادي الساحل من الوليبو، حيث ستقام المباراة بين الاثنين على نجلة الملعب البلدي بالعاصمة الاقتصادية، في حين يستضيف نادي الكجة على أرضه فريق في الوليبو. الساحل نادي سنين ضيفا على العميد الأكثر في الملعب الأولمبي بنوكشوط، على أن يلعب نادي ترشيد النعيمة ضد نادي الوئام، وعلى ملعب الأولمبي كذلك سيلتقي نادي الوطن مدينة تروى مع نادي توجولين، فيما سيحل الشوط ضيفا على نادي الحرس. المواجهة الأبرز في هذا الدور هي تلك التي ستجرى بالملعب الأولمبي والتي ستجمع نادي دز مفاجأة الموسم مع نادي تيشكشا، فيما ستجمع مواجهات أخرى بذات الملعب بين الرياض ودار البركة. ستلعب جميع مباريات الدور 16 في أيام 4-5-6 من شهر مارس المقبل. يلتقي نادي تفرق زين نظيره المريخ السوداني في ذهاب الدور الثاني من البطولة العربية، وذلك بالملعب الأولمبي في نوكشوط عند الساعة 4 من مساء الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري، في حين ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بمدينة أم درمان في 4 من شهر مارس المقبل. ويكثف النادي حاليا تحضيراته الميدانية استعدادا لهذا الحدث الرياضي العربي الهام عبر تدريبات يومية بملعب المرحوب الشيخة والبيضية. سيواجه النادي الذي يعاني منذ بداية مرحلة الإياب من الدوري الوطني، حيث مني بخسارتين تعادل واحد، سيواجه نادي الشرطة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم. وكان منافس فريق تفرق زينة قد فاز نهاية الأسبوع الماضي على مضيفه نادي سويتشي بطل غينيا الاستوائية بهدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. اللاعبان تقي الله دنا صلاح الدين غاديين موريتان كامل رانا طالبين من الجماهير كاملين عنهم يجوا يشجعونا، ياكلنا نقدوا ان شاء الله نتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله، وربي طالبين منهم كاملين يجوا، لا يبقى حد ما اجى ان شاء الله يوم 24 فندريد ان شاء الله. المباراة المقبلة بين نادي تفرق زينة ونظيره المريخ السوداني ستشهد غياب متوسط ميدان نادي المنتخب الوطني يعقوب دينا، إضافة إلى اللاعب موسى صنبا عبد الله، وذلك بداعي الإصابة. وكان يعقوب دينا قد أجرى عملية جراحية بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها في ركبته اليسرى، وهي العملية التي ستبعده عن الملاعب لمدة تزيد على شهر كامل بناء على نصيحة الأطباء. ويعتبر يعقوب دينا من بين أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المحلي، حيث يعول عليه مدرب تفرق زينة برمجية في المواجهات الكبيرة. المتوقع أن تكشف الفحوصات الطبية التي يخضع لها حاليا اللاعب موسى صنبا الذي يتلقى العلاج مع يعقوب دينا عن مدة زمنية التي سيغيب فيها عن اللعب لفريقه. يسابق نادي اف سي الوليبو الزمن من اجل التحضير الجيد لمباراته القادمه امام غريمه التقليدي فريق سنيم كنصادو ضمن الدربي الشمالي، وذلك نهايه الاسبوع الجاري في الجوله 17 من الدوري المحلي لكره القدم. الصور التاليه نرصد لكم من خلالها جوانب من تحضيرات النادي البرتغالي لهذا الدربي الهام. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى محمد أمين.
الآن نصل إلى ملف النشرة ويتناول مشاركة بلادنا في وحدات حفظ السلام الأممية في إفريقيا، الدور الكبير الذي قامت به هذه الوحدات في إطار المهام النبيلة التي كلفت بها في تلك البلدان وأدتها على أكمل وجه. نتابع. شكلت مشاركة بلادنا في جهود حفظ السلام للجمهورية وسط إفريقيا تتويجا لمسيرة التطور في الوسائل والمهام التي عرفها الجيش الوطني، ومكنته من الاطلاع بالمهام الموكلة إليه، ورفعت من مستواه العملياتي والمهني، وحولته إلى قوة يحسب لها حسابها على الصعيد الإقليمي. فرغم الطابع الاستعجالي لهذه المشاركة في 17 يناير 2016 بسبب الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل الكتيبة الكونغولية، ورغم تباعد المواقع المخصصة للكتيبة وتدهور شبكة الطرق المحلية، فقد تمكن أفراد كتيبة حفظ السلام الموريتانية وحتى قبل استكمال نقل المعدات والمستلزمات العسكرية من الانتشار في ظرف قياسي وتأمين قطاع يشمل كامل مقاطعة واغا وجزءا من مقاطعة باسكوتو في منطقة بامبالي. ويؤدي أفراد كتيبة حفظ السلام الموريتانية اليوم مهامهم بمهنية عالية وكفاءة مشهودة، مكنتهم من توفير الحماية والأمن للمدنيين القاطنين في قطاع مسؤولية الكتيبة، والذي يشمل 11 مركزا للمرحلين ومركزا واحدا للاجئين، وهي الحقيقة التي شكلت خلال الشهور الأخيرة موضع إشادة واعتزاز من قبل مختلف وسائل الإعلام وكذلك من المسؤولين المدنيين والعسكريين في مهمة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا المينيسكا والمسؤولين الحكوميين المحليين. Se classe parmi les meilleurs bataillons de la force au sein de la MINUSCA. Je le dis pourquoi ? Parce que depuis que ce bataillon a été déployé dans cette zone, beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de la quiétude des populations ont été réalisées. C'est un bataillon très professionnel, robuste, qui mènent des patrouilles dissuasives et qui permettent aux populations de vaquer à leurs occupations librement. وقد سعت وسائل إعلام عديدة محلية ودولية إلى تغطية نشاطات كتيبة حفظ السلام الموريتانية بصفة خاصة، حيث كان آخر هذه التغطيات ريبورتاجا أعدته إحدى القنوات المحلية، حيث شملت تغطية هذه القناة مرافقة الجنود الموريتانيين أثناء تأديتهم للدوريات الأمنية ليلا، بالإضافة إلى مقابلة مع قائد الكتيبة العقيد سيدي ولسيد أحمد وللفيرك. ويؤدي أفراد الكتيبة الموريتانية مهامهم في مناخ استوائي غير معهود بالنسبة لهم، وهو ما أدى إلى وفاة جنديين من أفراد الكتيبة بسبب حمى الملاريا، كما تمت إعادة 11 جنديا بسبب المضاعفات الصحية المترتبة على عدم التكيف مع مناخ المنطقة، وتعرض 10 جنود لجروح متفاوتة جراء الاشتباكات أثناء مرافقة القوافل العسكرية أو خلال عمليات حماية المدنيين من الهجمات المعادية. ورغم الصعوبات العديدة والمتنوعة المرتبطة بظروف الخدمة والمناخ والوضعية الأمنية، فقد تمكن الجنود الموريتانيون كعادتهم بفضل طبيعة التكوين وقوة الإرادة من التكيف السريع وقهر ظروف المكان وكسب رهان التحدي. يتمتع أفراد كتيبة حفظ السلام الموريتانية بظروف إقامة مريحة تضمن لهم الراحة والاسترخاء، حيث يقيمون في مباني مكيفة تتوفر على كافة المستلزمات، ويتناولون وجبات منوعة وغنية تساعدهم على استعادة الحيوية والطاقة بعد يوم عمل مجهد.
كما تتوفر الكتيبة على ملعب لممارسة رياضة الكرة الطائرة ومسار حول الثكنة لهواة العدو، وللترفيه والألعاب دورهما في التغلب على الهموم وضجر الروتين اليومي. وفي هذا الإطار تتوفر الكتيبة على قاعات وخيم مجهزة بشاشات العرض تضمن للجنود في أوقات الراحة متابعة المباريات الرياضية ونشرات الأخبار والبرامج المنوعة وممارسة الألعاب الحديثة والتقليدية مثل سكرابل ووامت في جو عائلي. وتحرص قيادة الكتيبة على توفير شروط العبادة وممارسة الشعائر الدينية، حيث تم تشييد مسجد داخل الثكنة يجتمع فيه كافة أفراد الكتيبة لتلقي المواعظ والإرشادات الدينية التي تفقههم في أمور دينهم وتمدهم بعناصر القوة المعنوية الضرورية للاستمرار في تأدية هذه المهمة النبيلة. لقد أدى تدهور الحالة الأمنية في وسط إفريقيا منذ شهر أكتوبر الأخير إلى تعثر مساعي حفظ السلام وصيانة الأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي. ورغم ذلك فقد استمرت جهود كتيبة حفظ السلام الموريتانية بوتيرة ثابتة لتسفر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: تأمين رجوع العشرات من المرحلين إلى منازلهم، خاصة في حي أكتي في بامباري الذي غادره سكانه بسبب عمليات المجموعات المسلحة، عودة مئات اللاجئين في الكونغو إلى مواطنهم، خلق إطار للتشاور الدائم مع جميع المجموعات المحلية، عودة السكان إلى قرى لواء واحد ولواء اثنين، تأمين مراكز المرحلين واللاجئين في قطاع مسؤولية الكتيبة، نزع تسليح بعض المشقين سنة 2016، تنظيم يوم طبي مجاني يوم 29 مايو 2016 شهد أكثر من 260 استشارة طبية مجانية، التوزيع المجاني لأكثر من 68 ألف لتر من الماء الشروب بتاريخ 29 مايو 2016، توزيع جوائز قيمة على الفائزين في مسابقة البكالوريا، تقديم معدات رياضية لصالح اتحادية بامبري، تقديم أدوات مدرسية للمدرسة العربية الإسلامية في بامبري. كما تمكنت الكتيبة في إطار مكافحة أعمال الجريمة والانتشار غير المشروع للسلاح من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، شملت 18 بندقية نوع كلاشنيكوف، مسدسين حديثين، 4 مسدسات صناعة محلية، 10 بنادق صيد، 17 سكينا، قاذفة صواريخ، 8 رشاشات، 10 قنابل يدوية، قذيفتين، 979 طلقة بندقية ورشاش ومسدس. ونفذت الكتيبة حتى الآن أكثر من 5062 دورية وأمنت أكثر من 1651 قافلة. لقد شكل الدعم المعنوي الكبير الذي حظيت به الكتيبة من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة دافعا قويا لأفرادها، زاد من إصرارهم على تأدية المهمة الموكلة إليهم. وقد تجلى هذا الدعم في الزيارة التي أداها وزير الدفاع الوطني على رأس بعثة كبيرة لتفقد أحوال وظروف إقامة أفراد الكتيبة. ولم تكن هذه العناية الخاصة موضع تقدير من أفراد الكتيبة فقط، بل ومن السلطات الأممية ضمن مهمة المينسكا، والتي تراقب بتقدير كبير اهتمام السلطات الموريتانية بمهمة كتيبتها وهي تساهم في تحقيق السلام والأمن في هذا البلد الإفريقي. كما حظيت الكتيبة بالإضافة إلى ذلك باهتمام خاص من طرف الفريق قائد الأركان العامة للجيوش، وهو ما تجسد في تلبية كافة احتياجاتها في مجال الدعم اللوجستي والإداري. وبفضل تميزها وقوة أدائها حصلت كتيبة حفظ السلام الموريتانية على تقدير خاص من طرف القائد العسكري لمهمة الأمم المتحدة في وسط إفريقيا المينسكا، حيث أعرب في أكثر من مناسبة عن ثقته الكبيرة في الجنود الموريتانيين. وقد أدت هذه الثقة التي حظي بها أفراد الكتيبة من طرف الجميع إلى خلق دافع ذاتي لدى القادة والمرؤوسين، عززه الإيمان بالمهمة ونبل المقصد، ليثمر كل ذلك عن نجاح غير مسبوق لأول مهمة عسكرية للسلام يؤديها جيشنا الوطني خارج الحدود. لقد شكلت مهمة كتيبة حفظ السلام الموريتانية الحالية في جمهورية وسط إفريقيا منعطفا هاما في المسيرة العسكرية لجيشنا الوطني، وفرصة لخوض تجربة عظيمة في مجال عمليات حفظ السلام، حيث سيكتسب الجنود وضباط الصف والضباط في نهاية هذه المهمة
خبرة ثمينة ستساهم دون شك في نجاح المهام المستقبلية لوحداتنا العسكرية خارج حدود الوطن. لذلك تكتمل عناصر النشر عود على بدء وتذكير بالعناوين. مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تنظم في نواكشوط يوما للإعلام والتبادل مع شركائها في التنمية، تناولوا برامج المفوضية وخططها التنموية المستقبلية. وكالة التضامن تدشن المزيد من المنشآت الصحية والتعليمية المجهزة في ولاية البراكنة دعما لسكان القرى والأريام. ما تابعتم في نهاية النشر من أكثر حول مشاركة بلادنا في وحدات حفظ السلام الأممية في إفريقيا. لكم جزيل الشكر على كرم الإصغاء والمتابعة. أعود فألقاكم في آخر عرض إخباري عند منتصف الليل بعد قليل. محمد بديدي وحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. في أمان الله.